تم اليوم بعد الظهر تشييع جثمان المجاهد الرمز عقيد قائد الولاية الرابعة التاريخية يوسف الخطيب، وارد الثراء بحضور بعض المجرمين الذين عبثوا بالجزائر ومشاو يشيعوا جثمان أحد محرريها اللي توفى في عمره 91 سنة. مراسم تشييع الجثمان حضرها كل من أحد أزلام العصابة، واللي كان مجاهد للأسف، كان مجاهد صالح بوجيل 93 سنة في عمره، واش قاعد يدير في مجلس الأمة؟ باش يفيد الجزائر؟ باش يفيد الجزائر؟ واش جايب لها؟ هذا كان هو اللي يعني زعما ترأس الوفد الرسمي، ومعاه مجرم، أحد قتلة الشعب الجزائري، قتل مواطن جزائري. هذا الشيء اللي سمعناه واللي عرفناه واللي راه مروج له في كتاب المواطن 12 تاع الليل في سنة 93 في الخضارية، قتل كابوس الله في دمه وراح. هذا يشيع جثمان مجاهد حرر الجزائر، هذا شنقريحة كان حاضر، وأحد أزلام العصابة السفيه الأول أيمن بن عبد الرحمن، وأعضاء حكومة فاسدة، حكومة عاجزة على النهوض بتنمية البلاد اللي حررها هذا الرجل اللي مشاو يعني يشيعوا في جثمان. وطبعا دائما في هذه المناسبات الناس يجوا من كل جهة، بعد رؤساء احزاب، ممثلين هيئات، منظمات. انا شفت بعيني يعني، حضرت لا بيريود تاع لا ريكرياسيون ديالي لما دخلت الجزائر بين نوفمبر 2011 و 10 سبتمبر 2013، 10 اوت 2013، كنت حضرت جنازة المجاهد علي كافي، وشفت البزنسية كامل اللي هي كيفاش يتلاقى ويجوا يبزنسوا في الجبالة. دونك نفس الشيء في هذه، اللي لقى الكلمة التأبينية هو وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يعني ما يحشموش، كلهم خبثاء خونا خانوا العهد، كلهم خونا خانوا العهد. يجوا يشيعوا جثمان مجاهد حرر البلاد، شوفوا في كل هذه المجموعة اللي جاءوا يعني المفروض يحضر رئيس الجمهورية حساس المرادية، المفروض يحضر، وش غيبوا؟ وش اللي شدوا؟ علاش ما يجيش؟ إذا ما حضرش الراجل كيما هذا، شكون جنازة شكون راح يحضر؟ الجنازة شكون راح يحضر؟ ما يحضر حتى جنازة، ما يحضر حتى صلاة، إنه هذا الصهيوني هذا يعني. ما يقول حتى كلمة في الحال اللي راه يعيش فيها الشعب الفلسطيني، ما يسمح،
ماش يصلح كي ما يحضرش تشييع عثمان مجاهد قائد ناحية عسكرية تاريخية، الولاية الرابعة التاريخية، ما يحضرلهاش لماش وش بقالو يحضر، ده ما يحضر صلاة ما يحضر جنازة، هوش مسلم هذا صهيوني. إذا كان يهودي يقول، وعلى كل حال الفاتشة ديالو فاتشة يهود، ماشي مشكل، ماشي مشكل. قال انه يهودي يكون على رأس الدولة الجزائرية ذات ما خرق للدستور، ماشي هذا اول خرق للدستور، الدستور عافسين فيه صباح وعشية، عافسين فيه صباح وعشية، لانه اليوم كنا نشكوا في اسلام هذا الراجل هذايا اللي عمرنا ما شفناه دخل المسجد، ما حضرش حتى صلاة، لا تعيد لا تعليل 27 أربع سنين عمره ما حضر. مسجد اللي صرفنا عليه مليار ونص مليار دولار ما دشنش، ماهوش راح يدشن ما دام هو عساس في المرادية. مليار ونص مليار دولار راح الناس لازم تتساءل، ما شفناش هي حتى جنازة. لما كان وزير كان يحضر لأنه كان يخاف يعطوا أوامر بالسيف، لما عاد هو رئيس الجمهورية ما عادش يمشي لا جنازة ولا صلاة. واش اللي تغير؟ واش اللي تغير؟ سؤالي بقى مطروح. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، ويبقاو الخونة اللي شيعوا الجثمان ديالو يتحاسبوا إن شاء الله كلهم بدون استثناء، يتحاسبوا إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون.